من جانبه أعرب معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومملكة البحرين على حسن وكرم الضيافة، مؤكدا انبهاره بجهود مملكة البحرين المتميزة في التصدي للجائحة منذ بدايتها وفي كافة مراحلها. وخلال زيارتي تأثرت كثيرا بكل ما فعلته البحرين للاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا، وبالأمس أتيحت لي الفرصة لزيارة العديد من المرافق، أولها مرفق الفحص من المركبات حيث كنت منبهرا منه، والثاني وعلى فكرة الفكرة أخذت من القطاع الخاص، ومثل هذه الأفكار الابتكارية من القطاع الخاص هي مهمة جدا. والأمر الثاني هو مركز المعارض الذي حول إلى مركز طبي يشار إليه بالمنطقة الحمراء من جهة، ومنطقة التطعيم المشار إليها بالمنطقة الخضراء من جهة أخرى. أيضا قمنا بزيارة موقف للسيارات تم تحويله إلى وحدة للعناية المركزة بسعة 130 سرير، وهو أمر مهم جدا لتوفير الرعاية ليس فقط لمرضى كوفيد-19 ولكن لجميع المرضى. وعلمت بأن هذه الأسرة، هذه الوحدة قد أنجزت في 7 أيام، ويمكن أن تتخيل كيف للبحرين تنجز مثل هذه الأمور بشكل طارئ وسريع، وبمثل هذا الإنجاز في 7 أيام أمر مبهر. رابعا قمنا بزيارة مركز إعادة التأهيل والفرز والذي يقدم خدمة متكاملة وشاملة، وهو أمر مهم جدا لتوفير الرعاية التي تركز على المريض. وأخيرا تفقدنا خدمة الوحدات المتنقلة باستخدام الحافلات الزرقاء التي تحولت من وسائل النقل العام إلى أدوات لتقديم الخدمات الصحية في المجتمع. وهذين النقطتين، الوحدات المتنقلة، وأصبحت البحرين قد حققت 20,000 فحص مقارنة بالدول الأخرى، يعد إنجاز بسبب إنجاز مثل هذه الأفكار المبتكرة.